وذكر حجاج الأندلس خبر تحرير مدينة طليطلة من الفرنج في هذه السنة. ولى عامل الخليفة الحكم بن هشام الأموي الأمير عمروس بن يوسف الوشقي ابنه يوسف على طليطلة، فطمع الفرنج فيها وزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف وحبسوه بصخرة قيصر. فسار عمروس إلى سرقسطة ليحميها منهم، وبعث العساكر مع ابن عمه فقاتل الفرنج وهزمهم، وسار إلى صخرة قيصر فافتتحها، وبعث عمروس نائبة فخلص ابنه يوسف فعظمت مكانته وذاع صيته في البلاد.